بنرحب فيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج صحتك بصحنك. وقبل ما نبلش حلقتنا لليوم حابة أذكر وأنوه لجميع المشاهدين إنه اليوم في عنا سؤال. هالسؤال حيكون جوابته من ضمن الحلقات اللي فاتت، فاللي شاف كل الحلقات وتابعها حيكون الجواب عليه سهل، واللي ما شافها كمان لسه الفرصة قائمة إنه بيقدر يدخل على اليوتيوب ويحضر الحلقات من أول وجديد. بإمكانكم إرسال الإجابات على الرابط اللي مبين قدامكم. وخلينا بالأول نرحب ولاء مرة تانية. كيفك ولاء؟ أهلين حنان، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. قولي لي اليوم إيش عملالنا إبداع؟ أنا شايفة كتير ألوان وأشياء. اليوم عنا كبكيك العجة. العجة؟ طب أنا بعرف العجة بتنقلى وبتنعمل، يعني فيها كتير سعرات حرارية. إحنا حابين اليوم نعملها بشكل الكبكيك عشان كمان نحبب الأطفال يأكلوها. يعني الأطفال بيقدروا يأكلوها والكبار صحيح، وفي عشان نفس الوقت لأنه فيها خضروات حتكون صحية وصينية خبز يعني في النهاية. مظبوط. إذا خلينا أعزائي المشاهدين نشوف المقادير سوا مع ولاء وبعدها بنرجع بنشوف الطريقة. عندنا مقادير وصفتنا اليوم: فلفل حلو مقطع ألوان، 3 حبات بصل مقطع، ضمة بقدونس، بياض 2 بيض، 2 بيض كامل، عندنا المشروم وجزر للتزيين، 3 ملاعق كبيرة طحين، شوية كمون، طحين عادي، طحين أسود، أسود 3 ملاعق طحين أسود، عندنا الكمون وهيل ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، عندنا الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون. يعني هاي المقادير كاملة لوصفتنا لليوم. خلينا نبلش ولاء، وفي خلال الوقت هذا خليني أحكي للمشاهدين عن إنه ليش أنت نقيتي بياض وصفار. تفضلي. تمام. خلينا نبلش في الطريقة. هلأ هنخلط في الخلاط، إنه كل الأمور حتنحط بالخلاط مع بعض ولا؟ لا، حناخد البصل بصل عادي ولا مش بصل بنقطعه يعني حتى يسهل إنه ينخلط. مش بصل أخضر يعني. إيه ممكن بصل، ممكن بصل الأخضر بس مش دائما يعني متوفر. وعندنا بقدونس. هو البقدونس اللي بيعطيها اللون الأخضر طبعا وطعم، حتى هو بضيع يعني من طعمة البيض هذه القوية، ولذيذ يعني في الأكل. بس طبعا لازم نقطع البقدونس يكون فريش لانه كثير من فوائده طبعا، ولازم يكون لونه يعني اخضر لامع يعني، لانه كثير من فوائده بتروح بعد فتره من التقطيع. صحيح، لازم وانت يعني تجهزي الوصفه وتبدي فيها على طول. كثير منيح. عندنا بياض 2 بيض، يمكن هذا كمان من اهم التركات في وصفتنا، انه يعني انا حابه اقول لكل المشاهدين انه البيضة كاملة الصفار هو اللي فيه الكوليسترول واللي بيرفع الكوليسترول والدهون الثلاثية والامور هاي، فاحنا كيف بنقدر نتجنبه بالذات في وصفات تحتاج البيض بمقدار او بمعدل كل بيضة كاملة بيساويها بياض بيضتين. يعني اذا مثلا الوصفة فيها الاصلية 3 بيضات كاملة احنا استبدلناها بيضتين كاملين وبياض بيضتين، فاحنا هيك بنقلل الدهون والكوليسترول المتواجد في الصفار وبنفس الوقت بنحافظ على نفس النكهة. تمام. هلا حنضيف بيضتين كاملين. حنضيف معلقه كبيره بيكنج باودر، هاي على اساس انها بدها تنفخ بالكب كيك. مزبوط، بالكبس بالقوالب. وعندنا رشه هيل وشويه كمون، وبإمكانها كمان ست البيت تضيف البهار اللي هي ممكن تضيف شوية سماق كمان زاكي بيعطي نكهة. وعندنا 3 ملاعق طحين أسود، هاي عشان تمسك المكونات مع بعض. صحيح، لأنه إحنا عاملينها على شكل كب كيك بدنا إياها متماسكة. هذا كله بالمكسر مع بعض؟ مزبوط. وحنضيف الملح، طبعاً ما بدناش نكتر ملح طبعاً عشان تضلها أكتر إنها صحية، وخلص نتعود إنه دائماً الملح القليل الأكل مفيد وصحي. عندنا الفلفل الأسود. زيت الزيتون لايش؟ زيت الزيتون حيدهن في صينية الكب كيك. كثير منيح. هلا حنخلطها مع بعض في الخلاط.
هلا احنا هيك خلطنا كل المقادير مع بعض. بدنا نحطه في قالب الكب كيك. حنجيب قالب الكب كيك وبنتعامل معاه اكنه كيك عادي مدهون. صحيح، حندهنه بزيت الزيتون. ودرجة حرارة الفرن قديش؟ 180 زي الكيك يعني بالضبط. بس مش حياخد يعني وقت طويل، يعني من ثلث ساعة لربع ساعة. ومش حنكتر زيت، انه بس على قد الدهن. مظبوط. بتستخدمي زيت زيتون انت كمان؟ اه طبعا، صحي لانه كثير حلو، بيعطيك يمكن نكهه كمان اكثر بالوصفه. عارفه يا ولاء، انا اولادي يعني كثير كثير بحبوا العجه، يعني بتوقع كل الاطفال زي هيك. فما بالك بما انه فيها الخضار طبعا حتكون زاكيه وصحيه اكثر، وعملناها كمان بقوالب حتكون يعني محببه اكثر. هم حيفكروها كيك على هيك. او هي كمان على فكره بالطريقه هاي كثير حلوه وبتناسب بالناس اللي مثلا بخافوا من ارتفاع الضغط عندهم. مزبوط. من ارتفاع الكوليسترول، لانه كثير ناس بتحب العجه بس بتخاف من قليها في الزيت، بتخاف من البيض الكثير. احنا تجنبنا الكلام هذا كله بالطريقه تبعتنا. صحيح، احنا كمان ما بدنا نحاول انه ما نكتر زيت فيها، يعني على اساس انه اصلا نوزع الزيت يعني، بس انه طبقه خفيفه عشان ما تلزق. ما تلزق. قديش بتحطي في كل قالب في كل كب؟ بس انه يندهن يعني. لا مش الزيت، الخلطه، انه تقريبا ربعه. نترك مسافه انه لانه في بيكنج باودر انه شوي تنتفخ. كثير منيح. وعلى اساس لسه كمان نحط المكونات فحتعلى بزياده. مزبوط. هلا احنا هيك انتهينا من دهن قوالب الكب كيك بزيت الزيتون. حنضيف خليط العجه، بس طبعا حنحاول يعني ما نمليش كل القالب عشان حتنفخ شويه، وانه كمان ما يعني ما نوقعش هانا، لانه ممكن عادي مش مشكله، بس تخلصي بتمسحيها بالكلينكس ولا شيء. فهمت عليكي. اساعدك احط فليفله معاكي اكيد. صح، انه قديش بدك تحطي كم من قطعه في كل الكبايه؟ حطي في كل وحده تنتين حسب، انه بس حاولي تغطسيها شوي لجوا. تمام. انا تعمدت اني احط الثلاث الوان على اساس تصير كمان شكل حلو. احلى واحلى. هنضيف قطعه مشروم كمان بالنص، بس بدنا نقطعها شوي لانها كبيره، او ممكن تخليها زي ما هي. بصراحه انا بحب المشروم كثير. شوفي ما احلى الالوان، عن جد كثير متجانسه. طبعا القيمة الغذائية عالية، لأنه كمان كلها بالإضافة خضروات. إنه البيض بيحتوي بروتين عالي. عارفة يا ولاء، الفطر يعتبر من النباتات البروتينية على قد ما فيه بروتين، يعني للناس مثلا النباتيين اللي ما بيحبوا البيض، الفطر مليان بروتين. فهي عن جد وصفة متكاملة. هلا احنا خلصنا نحط الخليط بقوالب الكب كيك، حندخلها على الفرن درجة 180. وحتكوني محمياه قبل هيك. يعني اشي بسيط، يعني كأنه بنتعامل مع كيك. مزبوط، بس حتاخد وقت اقل من ربع لثلث ساعة. كتير منيح. واحنا خلينا اعزائي المشاهدين بالوقت هذا مثل ما عودناكم، خلينا نشوف قصة تحدي جديدة مع سيدة كمان قدرت تتغلب على مرضها باسلوب الحياة الصحي. خلينا نشوف سوا قصة السيدة منصورة جندية. جمعية الإغاثة الطبية. كانت نسبة السكر صائم عندي 380، وكانت نسبة المخزون 13.8، والحمد لله بفضل النظام الغذائي الصحي اللي أخذناه في جمعية الإغاثة الطبية، صارت نسبة السكر صائم عندي 105 والمخزون 6.8، والحمد لله ما زلت يعني اخذ الانسولين بس بنسبه خفيفه جدا بمراعاه الطبيب السكر. وانا بنصح كل السيدات او مرضى السكر بانهم يتابعوا الغذاء الطبي، لانه هذا الغذاء الصحي مفيد لمرضى السكر ومرضى الضغط. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا قصه النجاح للسيدة منصورة جندية. بنتمنى إلها وإلكم السلامة الدائمة. شو أخبار العجة يا ولاء؟ هيك يا حنان، عندنا العجة استوت وحطيناها بصحن التقديم، وهلأ حنزينها.
في الفترة هاي اللي خلال التزيين خليني أذكركم أعزائي المشاهدين إنه إحنا اليوم في عنا سؤال. سؤال حلقتنا لليوم هو كيف يتم حساب كتلة الجسم؟ طبعاً الجواب حتلاقوه في الحلقات اللي فاتت، اللي قدر يحضرها قدر، اللي ما قدر بقدر إنه يرجع يحضرها على اليوتيوب ويشوف الإجابة. بإمكانكم إرسال الإجابات على الرابط اللي مبين قدامكم. نرجع لك يا ولاء ونشوف إيش أخبار العجة. هيك والتزين. إحنا خلصنا طبقنا لليوم، عن جد المنظر حلو، إن شاء الله بينال إعجابكم. على هيك مشاهدينا الكرام ننهي حلقتنا لليوم، وإن شاء الله وصفة اليوم كب كيك العجة تعجبكم، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.